روسيا أشعلت الموقف في أوكرانيا مرة أخرى ووجهت ضربات خطيرة للغاية ضد أو على أحد أخطر المفاعلات النووية الموجودة في الداخل الأوكراني، وهذه جاءت بتفاصيل قادمة من شركة الطاقة النووية الأوكرانية التي تعمل في هذا المفاعل الذي سنذكره لكم الآن، وهي إنرغواتم، وذكرت التفاصيل في قناتها الخاصة على التليجرام بهذا الشكل الذي ترونه، وأكدوا بأن القصف وكان قصفا روسيا وكان موجها ضد مفاعل زاباروجيا، وهذا المفاعل هو أكبر مفاعل في أوروبا، واحد من أخطر المفاعلات على الإطلاق، وهو واحد من 4 مفاعلات في الداخل الأوكراني من المفاعلات التي تعمل طبعا بكل تأكيد، وهذا المفاعل هو أساسا يزود أوكرانيا بربع الطاقة الكهربائية، له أهمية كبيرة للغاية بالنسبة للأوكرانيين. الشركة التي تعمل في داخل هذا المفاعل هي شركة أوكرانية كما ذكرنا، ولكن القوات الروسية تسيطر على هذا المفاعل، ولكنها لا تسيطر حتى هذه اللحظة على مدينة زاباروجيا. وعلى هذا الأساس التفاصيل القادمة من شركة الطاقة النووية الأوكرانية التي ذكرت هذه التفاصيل الخطيرة التي جاءت يوم أمس، هي أكدت بأن القصف الذي جاء على هذا المفاعل هو ضرب مباشرة خطوط الضغط العالي وما تبقى من خطوط الضغط العالي التي تربط المفاعل بشبكة الطاقة الكهربائية الأوكرانية، وعلى هذا الأساس قطعوا أي اتصال على مستوى الكهرباء بين المفاعل وبين شبكة الطاقة الأوكرانية. وهنا يأتي الخطر في هذه المسألة، يأتي على مستويين، أن هذا القصف لو أخطأوا الحسابات بأي شكل من الأشكال في هذه الضربة وجاءت مباشرة على المفاعل، فإننا سنكون أمام انفجار سيصل إلى 10 أضعاف الانفجار الذي شهده العالم في تشيرنوبل الذي يأتي إلى شمال العاصمة الأوكرانية كييف، بل أن البعض وصف وقال بأن لو حدث مثل هذا الانفجار سيجعل أوروبا في مشكلة حقيقية للغاية، مدن ودول في أوروبا ستخلى تماما إذا ما تم هذا الأمر، وستكون كارثة على العالم بأكمله. الخطر الثاني بأن هذه الضربة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي في هذا المفاعل، وهنالك وقود نووي أساسا موجود في هذا المفاعل، والوقود النووي يحتاج أن يكون مبردا، ولكي يكون مبردا هو يحتاج إلى الطاقة الكهربائية، وعلى هذا الأساس لم تكن هنالك طاقة كهربائية ولم يكن مبردا بما فيه الكفاية، فهذا الوقود النووي بحسب شركة الطاقة النووية الأوكرانية وما ذكرته من التفاصيل أيضا سيتسبب بكارثة كبيرة. على هذا الأساس الاحتياطات طبعا حاضرة في هذا المفاعل، مباشرة عملت أو شغلت 20 مولدة من المولدات الموجودة في هذا المفاعل من أجل استمرار تشغيل هذا المفاعل، ولكن في نفس الوقت ما يمتلكونه من وقود لتشغيل هذه المولدات هو كافي ويكفي فقط ل15 يوما. على هذا الأساس لا بد من حل هذه المشكلة وإعادة الربط للكهرباء مرة أخرى، وإلا سنكون أمام مشكلة مع الوقود النووي إذا قطعت الكهرباء مرة أخرى أو كان هنالك أو كانت هنالك اشتباكات تمنع هذا المفاعل أو المولدات من الاستمرار في تزويد الطاقة الكهربائية. شركة الطاقة النووية التي تعمل في هذا المفاعل أكدت بأن هنالك خطة أساسا لروسيا، الخطة الأساسية من هذه الضربة هي قطع عملية الربط الكهربائي كما فعلوا الآن، وهذا ما نجحوا به، وبعد ذلك ربط هذا المفاعل مع شبكة الكهرباء الروسية مباشرة، وقالوا بأن بشكل مؤقت الآن أو بشكل مؤقت الروس يخططون لعملية ربط هذا المفاعل مع شبه جزيرة القرم وكذلك مع إقليم دونباس، وبعدها يقومون بربط ثابت لهذا المفاعل، وعلى هذا الأساس الواضح تماما بأن روسيا لديها خطة للضغط بشكل كبير على أوكرانيا، يعني هذا بأن هذا المفاعل وتشغيله هو تحت رحمة روسيا الآن، وبما أن أساسا هذا المفاعل هو يتواجد في منطقة وفي مقاطعة اعتبرتها روسيا بأنها مقاطعة تابعة لها بعد عملية الاستفتاء التي قاموا بها في خيرسون وفي زاباروجيا وفي مقاطعتي لوغانسك ودانييتسك في إقليم دونباس، أصبحت هذه بالنسبة إليهم هي مقاطعات تابعة لهم، وعلى هذا الأساس هذا المفاعل هو مفاعل روسي من وجهة نظر روسيا، وهذا يعني بأن الضغط كبير ويعني بأن الطاقة ستفقد الآن أوكرانيا ربع الطاقة الكهربائية التي كان يوفرها هذا المفاعل لأوكرانيا، وهو يزيد من
الضغط الكبير الذي تشدد عليه روسيا على مستوى الطاقة، فشهدنا في الأيام الأخيرة أن روسيا بدأت تضرب البنى التحتية للطاقة على كل مستوياتها باستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية. شاهد 136 الصواريخ الخاصة بها، هنالك صواريخ باليستية بحسب الكثير من التقارير الغربية قادمة إلى روسيا لاستخدامها، وبالتالي ضرب البنى التحتية للطاقة أساسا قد جعل كييف أن تطلب من مواطنيها أن يرشدوا في عملية استخدام الطاقة الكهربائية. هنالك رغبة روسية لضرب البنى التحتية للطاقة مع قرب الشتاء القارسي على أوكرانيا، يجعل من الصعب للغاية تحمل هذا الشتاء في ظل هذه الظروف التي بدأت تخلقها الآن روسيا، وبالتالي ما فعلته مع المفاعل يأتي لزيادة الضغط بشكل خطير للغاية. وأيضا في نفس الوقت يجب أن ننتبه أن الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لن تكون قادرة إذا ما دمرت البنى التحتية للطاقة التي نتحدث عنها من ضمن هذه الاستراتيجية التي يتبعونها، سيكون من الصعب إعادة بناء البنى التحتية بسرعة، وبالتالي مع الشتاء مع هذه الظروف ستكون الأمور خطيرة وقد تقلب الموازين، خاصة وأن روسيا في نفس الوقت مع كل هذه الأمور التي تتبعها على مستوى الطاقة تجاه أوروبا وتجاه أوكرانيا، التعبئة الجزئية قد انتهت التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بل إنهم بدأوا في عملية نقل التعزيزات، أي أن التعزيزات القادمة من التعبئة الجزئية بدأت تدخل إلى المعركة، بدأوا يدخلون إلى المعركة وبدأت تلعب أدوارا كثيرة بحسب معهد دراسات الحرب. هذه هي آخر خريطة لمعهد دراسات الحرب، كانت هنالك عدد من الجبهات التي بدأت روسيا تتقدم فيها، ليس فقط بسبب التعبئة الجزئية والتعزيزات التي تأتي منها، وإنما بسبب أيضا طبيعة الطريقة التي يتبعونها في القتال. فعلى سبيل المثال هنا دانييتسك التي ترونها تقدموا على مستوى فولغادار وسيطروا على منطقة جنوبية من فولغادار وهي بافليفكا، هي مطلة على فولغادار وقد يكونوا تقدموا في هذه المنطقة. وأيضا في نفس الوقت هنالك تقدم في أفدييفكا هنا التي ترونها من دانييتسك بحسب معهد دراسات الحرب طبعا، وأيضا لديهم دفاع جيد ومميز في زفاتوفا. الدفاع الذي يتبعونه هو الدفاع الفعال، هو الدفاع الإجهاضي، أي بمعنى هم يهاجمون القوات التي تهاجم مناطقهم، يدافعون بشكل واضح وبشكل صريح وناجح، وبعدها يقومون بمهاجمة القوات المهاجمة أو يهاجمون القوات التي تحشد من أجل الهجوم. هذه الطريقة التي تتبعها روسيا، والآن هنالك تقدم جديد بدأ يتحقق وضغط جديد على مدينة باخموت. إذا ما اتجهنا بسرعة إلى القمر الصناعي لكي نلقي تفاصيلا على مدينة باخموت ونتعرف على التفاصيل التي تجري هنا. إذا ما ذهبنا إلى باخموت الآن، هذه هي باخموت، هنا كراماتورسك وسلوفيانسك طبعا بالاقتراب من مدينة باخموت المهمة للغاية، فهذه المدينة لا زالت هي تحت سيطرة القوات الأوكرانية. بالنسبة للقوات الروسية تمكنت فعلا في الفترة الأخيرة من التقدم إلى هذه المنطقة وهي زافييستا وبعد ذلك أوبتينا، تمكنوا أيضا من السيطرة عليها في المنطقة الجنوبية. القوات الأوكرانية كانت أيضا ضاغطة بهذا الاتجاه، تمكنوا من العودة والسيطرة على هذه المدينة، كان هنالك كرا وفرا في هذه المدينة، ولكن في نهاية المطاف القوات الروسية تمكنت من عملية السيطرة على هذه المدينة، لنأخذ اللون الصحيح هنا، وتمكنوا من السيطرة عليها مع التعزيزات من التعبئة الجزئية بحسب معهد دراسات الحرب. تمكنت القوات الروسية من التقدم وبدأت تضغط على كلاتشيسكا التي ترونها هنا، واندلعت معركة كبيرة جدا بينهم وبين القوات الأوكرانية، وكانت هنالك لقطات حية من طبيعة هذه المعركة. لنقترب من هذه المنطقة المهمة التي تعتبر جزءا استراتيجيا بالنسبة لباخموت ولجنوب باخموت، القوات الروسية بمجرد ما وصلت لهذه المنطقة تعلموا الكثير من عملية حصار المدن طبعا، مع طبيعة الإجراءات الأوكرانية المتزايدة الأوكرانيين كانوا يحشدون على هذا الطريق وبدأوا يستعدون لمباغتة القوات طبعا الروسية، ولكن القوات الروسية كانت حاضرة بالمدفعية على هذه المنطقة. لاحظ الضغط الكبير الذي يأتي من القوات الروسية، بدأوا ضغطوا هنا وقاموا بقصف عنيف، وكانت هنالك لقطات لهذا القصف، لنلقي نظرة على هذا القصف سريعا. القصف طبعا نشر يوم أمس، هذه كلها أحداث جاءت في 24 ساعة الماضية. لاحظ القصف الذي جاء على القوات الأوكرانية لم يكن عاديا، كان كبيرا، كان قد غير عدد من المعادلات تجاه هذه المدينة، وعلينا أن لا نستغرب من طبيعة الاندفاع السريع للقوات الروسية، قد تسيطر فعلا على هذه المدينة وهي مدينة كلاتشيسكا التي نتحدث عنها، وبالتالي بالعودة لهذه المنطقة الواضحة
واضح أن القوات الروسية الآن تبحث من خلال هذا الضغط، من خلال هذا الاندفاع، من خلال استغلال الطاقة، استغلال التعزيزات وغيرها، أن تندفع بعد أن سيطرت على هذه المنطقة وأوبتنا، تبحث على السيطرة على هذه النقطة، وبالتالي تقطع الطريق الممتد من باخموت إلى المدن الأخرى على المستوى الجنوبي، ستسيطر عليه تماما. هنالك طرق أخرى بالنسبة للأوكرانيين، هنا طريق يمتد لهذه المدينة وكذلك طريق آخر يأتي بهذا الاتجاه، وبالتالي القوات الروسية تستطيع الآن مع الاندفاع السريع أن تقطع كل هذه الطرق وتبدأ بعزل المدينة. هنالك أيضا تحرك لديهم من سوليدار، يحاولون أيضا إحاطة هذه المدينة المهمة للغاية التي فشلوا من عملية إحاطتها لأشهر طويلة من هذه المعركة، ولكن قد يعني الكثير بالنسبة إليهم محاصرتها، فقد تدفع القوات الأوكرانية للانسحاب، وقد تفتح بابا للقوات الأوكرانية لاستنزاف هذه القوات وما يأتي منها على مستوى التعبئة الجزئية. هذا الضغط يجعل الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في خوف وفي قلق مما هو قادم، وخاصة من استخدام الأسلحة النووية من قبل روسيا، الأسلحة النووية التكتيكية. وكانت هنالك تصريحات مثيرة قد جاءت في اليومين الماضيين، مثلا من ديمتري ميدفيديف وهو نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، قال الآتي: انتصار روسيا الكامل في أوكرانيا وحده يضمن عدم وقوع صراع عالمي، أما أن ننتصر وأما الحرب العالمية الثالثة، ويفهمها الغرب استخدام السلاح النووي. بعد ذلك مباشرة يوم أمس كان هنالك تصريحا لوزير الدفاع الروسي وهو سيرغي شويغو، الرجل الذي فجر مسألة القنبلة القذرة الأسبوع الماضي، عاد مرة ثانية يوم أمس ليحدد ويتحدث بأن كييف لا زالت تحاول وتعمل على مسألة استخدام القنبلة القذرة في أوكرانيا، وأن تلوم روسيا على هذه المسألة وندخل في حرب عالمية ثالثة. وهذه الأمر طبعا مقلقة، بل إن هنالك معلومات أخرى استخبارية نشرت على الواشنطن بوست قد وضعت الولايات المتحدة الأمريكية في قلق كبير للغاية من تفاصيل اطلعوا عليها المخابرات الأمريكية من شخصين مطلعين على التفاصيل، وهذا ما ذكر في الواشنطن بوست يوم أمس. في الشهر الماضي بدأ كبار القادة العسكريين الروس مناقشة الاستخدام المحتمل لسلاح نووي تكتيكي إذا واجهت قواتهم انتكاسات جديدة كبيرة في أوكرانيا، ولكن أضافوا تفصيلا آخرا مهما، أن محادثاتهم التي أوردتها صحيفة نيويورك تايمز لأول مرة كانت تخمينية ولم تتضمن خططا صريحة لاستخدام مثل هذه الأسلحة أو تحديد أهداف محتملة. هذا جعل يوم أمس جون كيربي وهو المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي الآن تحدث عن هذه المسألة، قال: ليس هنالك أي علامات أو أي إثباتات لاحظناها بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ يتحرك لاستخدام هذه الأسلحة النووية التكتيكية، ولكنه قال في نفس الوقت أن هنالك قلق من طبيعة التطورات في المعركة وفي الأرض، فإن انتكست القوات الروسية قد يعني الكثير وقد نرى شيئا، خاصة أن هنالك عمليات تأتي في العمق الروسي مستمرة من قبل الأوكرانيين. البعض يتهم الغرب بأنه يقوم بهذه المسألة، ولكن هنالك عمليات غامضة وانفجارات غامضة تأتي في العديد من النقاط الموجودة في الداخل الروسي. مثلا هذه واحدة من أخطر الأمور التي جرت، انتشرت بين الأوساط الروسية تفاصيل مثيرة، كان هنالك انفجارا في نقطة عسكرية أو مطار عسكري في منطقة يطلق عليها بيسكوف، وكان هنالك دمارا لمروحيتين من نوع KA-52. بعد ذلك على موقع الاستخبارات الأوكرانية نشروا تفاصيل هذا الانفجار وأكدوا أن هنالك مروحيتين دمرت من النوع الذي ذكرته لكم وهو KA-52، وبعد ذلك أيضا كان هنالك أضرارا في مروحيات Mi-28 الروسية في الداخل الروسي. طبعا الروس تحدثوا عن هذه المسألة بأنه انفجار غامض، لم يكن هنالك تحليقا، لم تكن هنالك عملية عسكرية. بعد ذلك فجأة نشر مقطع هذا الشخص الذي ترونه وهو يقوم بعملية تفخيخ بهذا الشكل الذي ترونه، يفخخ بعض المروحيات، يفخخ بعض الآليات الموجودة، لقطات كثيرة له وهو يفخخ. الفيديو ليس واضحا، المقاطع ليس من السهل التأكد منها، وطبعا بشكل مبهر للغاية جاء أحد الأشخاص الخبراء في عملية الوصول وتحديد هذه المواقع وأخذ صورا لهذا الرجل وقام بتحليلها وحلل كل لقطة وكل جزئية بشكل مبهر كما ذكرت لكم الآن، ووجد المنطقة ووجد الإحداثيات، تطابقت كل الإحداثيات من اللقطات، ووجد فعلا بأنها
في مطار موجود إلى جنوب وفي قاعدة إلى جنوب بيسكوف على مسافة 54 كيلومترا، ولكن هذا التحليل ليس كافيا لتأكيد هذه النقطة التي ذكرتها لكم. وطبعا هو حلل أيضا القنابل التي استخدمت للتفخيخ، حلل الطائرات التي انفجرت من KA-52 وكذلك التي تضررت من Mi-28N، وبعد ذلك جاءت الأقمار الصناعية لتؤكد المعلومات التي جاءت من هذا الرجل وهو جي بي شنايدر، هو الذي قام بالتحليلات وفعلا تأكدت عملية الدمار التي جاءت في المروحيات في هذه المنطقة. ولمن لا يعرف أين تقع هذه المنطقة لنتعرف عليها بسرعة، فهنا أوكرانيا التي ترونها، هنا بيلاروسيا، وعلى الحدود مع لاتفيا طبعا سترون مباشرة هذه هي بيسكوف إلى جنوبها على مسافة أكثر من 54 كيلومترا، هذه هي القاعدة، وبالتوجه إلى هذه النقطة فهي نفس النقطة التي قام جي بي شنايدر بتحليلها وأكدتها الأقمار الصناعية. هنا العملية الغامضة تمت، وبالتالي هنالك اختراق خطير للغاية.